فحقيقة هنا نحتاج إلى هذا الدعاء، نحتاج إلى هذا الدعاء حاجة كبيرة جدا. ابن تيمية رحمه الله كان دائما يوصي بهذا الدعاء كثيرا، يقول ألح على الله عز وجل بهذا الدعاء، اسأل الله كثيرا بهذا الدعاء المبارك الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك إذا ألححت على الله ورجوته كثيرا وانطرحت بين يديه كثيرا تسأله أن يهديك إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، تجد الأمور أمامك تتيسر، وأبواب الخير أمامك تنفتح، ومنارات السنة أمامك تظهر، وتجد إذا كنت مبتلى ببدع أو بخرافات أو بأعمال بعيدة عن السنة تجد الله ييسر لك البعد عنها ومجانبتها. فحقيقة هذا الدعاء كل واحد منا يحتاج أن يلح على الله سبحانه وتعالى إلحاحا صادقا، وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى التجاء ملحا، ويكرر هذا الدعاء كثيرا، يكرر هذا الدعاء كثيرا، ولا سيما في وقته عندما تفتتح صلاة الليل. اللهم اهدني، تقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسلم أمرك إلى الله، فوض أمرك إلى الله، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، اطلب منه الهداية. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب.